أهلا بكم إلى الموجز الاقتصادي. حمل النائب منصور البعيجي الحكومة الحالية المسؤولية الكاملة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية في العراق، وقال النائب البعيجي إن القرارات المتخبطة للحكومة وخفض سعر صرف الدينار العراقي أدى إلى اضطراب الأسواق المحلية، الأمر الذي أدى إلى زيادة معدلات الفقر في العراق. ارتفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي في بورصتي بغداد وكردستان العراق، وسجلت بورصتا الكفاح والحارثية في بغداد سعر 147 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي. وفي أربيل شمالي العراق شهد سعر صرف الدولار ارتفاعا بسعر مبيع وصل إلى 148.100 دينار لكل 100 دولار، وسعر شراء 146.800 دينار لكل 100 دولار أمريكي. توقع عضو اللجنة المالية النيابية عبد الهادي السعداوي ارتفاع سعر صرف الدولار الواحد إلى 1600 دينار عراقي لكل دولار واحد. وقال السعداوي إن كتلة سائرون توافقت مع الحزب الديمقراطي الكردستاني والفتح بالمضي لرفع سعر الصرف من أجل تحقيق مكاسب مالية بحد وصفه، وأضاف أن سيطرة الأحزاب السياسية على البنك المركزي لسحب العملة الأجنبية وبيعها سيؤدي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي لمستويات غير مسبوقة وزيادة معدلات الفقر. قال النائب حسين العقابي أن القطاع الخاص في العراق يعاني الفوضى بسبب تخبط إجراءات الحكومة الحالية، وأضاف العقابي أنه في الوقت الذي يجب أن يساند القطاع الخاص الاقتصاد العراقي إلا أن الحكومة لا تولي اهتماما به، وتسببت بالفوضى بسبب تخبط سياساتها الاقتصادية. وأكد العقابي أن نحو 1 مليون عامل أجنبي يعملون بصورة غير قانونية في البلاد، في حين يعاني العراقيون من البطالة بسبب فساد الأحزاب الحاكمة. شهدت أسعار الوقود في السودان ارتفاعاً غير مسبوق بزيادة وصلت إلى 20%، وقالت وسائل إعلام إن سعر غالون البنزين ارتفع من 571 جنيهاً إلى 675، بينما ارتفعت المحروقات الأخرى بنسب متقاربة. وعلى الرغم من عدم صدور بيان رسمي بتلك الزيادة، إلا أن عدد من المستهلكين أكدوا تعبئة سياراتهم بالأسعار الجديدة، وأشاروا إلى أنها ستؤدي لانفلات جديد في أسعار معظم السلع الأساسية. وكان السودان بدأ قبل نحو شهرين في تحرير أسعار المحروقات وعدد من السلع الأساسية، الأمر الذي تسبب بازدياد أسعار المحروقات بنسبة 500% وارتفاع معدلات التضخم إلى 330%. حذر خبراء اقتصاديون من إفلاس تونس في ظل تعثر حكومة هشام المشيشي في إيجاد مصادر لتمويل الموازنة، وأضاف الخبراء أن تونس تعيش أسابيع حاسمة نتيجة انسداد الأفق السياسي، حيث يمكن أن يرتفع العجز في الموازنة أكثر ليرفع الحاجة إلى اقتراض ما لا يقل عن 6 مليارات دولار. هذا وتضع دوائر القرار المالي شرط الشروع الفوري في برنامج إصلاحي تتفق عليه جميع الأطراف السياسية كبند أساسي لمواصلة مساعدة تونس وضخ قروض جديدة في اقتصادها، محذرة من الانحراف الوشيك للبلاد نحو وضع خطر مع تفاقم نسب الفقر وبلوغها معدلات قياسية فاقت نحو 21% من مجموع السكان، فضلا عن تزايد معدلات البطالة. ختام الموجز، إلى اللقاء.